بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلاه تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. انت ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. مشاهدي الكرام في كل مكان، مشاهدي سوداني 24، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كل عام والجميع بالف خير في شهر البركه والخير، شهر رمضان المعظم، ان شاء الله دائما تامين والامين. واهلا بكم من جديد في حلقه جديده من بيوت سودانيه. اليوم سعداءكم معكم انا مصعب محمد علي وعلى ابو مبارك في حلقة جديدة. أهلا وسهلا بكل الذين ينضموا لمتابعتنا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بك يا مصعب، وأهلا أكيد بكل المشاهدين. ودائما في ناس عايشة ببساطة، ابتسامة بتتكرر وتعب واجتهاد ومساعدة. يمكن كل الناس قاعدين يتباروا علشان ينالوا أجر إفطار الصائم. واحدة من الحاجات الحلوة أنه نحن بالرغم من أنه في تعب وفي إرهاق وبنحبس الأنفاس، لكن مستمرين ومواصلين. نعم بالتأكيد، هي المشاهد العام في الطريق يشهد منظمات مجتمع مدني مارة في الطرقات، صغار وكبار، رجال ونساء، ناس الحل اللي بيقفوا في الشوارع عموما، اللي بيوقفوا العربات في الطريق. دائما بيجي السؤال في كل رمضان، ديل منو يعني في هذا البلد الطيب؟ فبيأتي الإجابة تأتي مباشرة، ديل ناس الضرة وديل لسان حالهم اللي دائما بيقول إيد أبوي على إيد أخوي على إيدنا على ايد وايد تجدع بعيد في لج يمين راس ميضنا. نعم، ويمكن كله بيت عنده باب، ويا مصعب نعم افتح لهم الباب. احنا بابنا طبعا مفتوحه ان شاء الله دائما يا لا في بيوت سودانيه لكل احبابنا ومشاهدينا عبر سوداني 24. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه اليوم. نعم، وزي ما شاهدنا في بدايه الحلقه، واحده من الفقرات حتكون ثابته معنا باذن الله طوال شهر رمضان الكريم اللي هو من خير بلدنا، ورايه شركة كوفتي. شركة كوفتي إن شاء الله، وشركتك سعيدة إن شاء الله عندهم مساواة تكون على السوشيال ميديا. إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن دي أجواء جميلة جداً يا مصعب، والأجمل من كده اللي هو حبابه وجده حكاويهم. لا هو في الأول شوفي رمضان أصلاً عنده ريحة يعني صح. لما تجي كده غير الأبرة طبعاً والحرمور والأشياء المرتبطة، لكن في ذكريات مرتبطة برمضان. نعم. مهما يعني تغيرت الدنيا وحصل تقدم وناس كانوا بنات شهادة عربية برضو يتظل الذكريات دي. الذكريات موجودة. طبعاً قلت لي أنا شهادة عربية الحياة دي ما بتكوني حاضرة البريش هاي زمان ما كنت حاضرة، لكن لسه طبعا بقيت حاضرة. هتكون طبعا مشكلة بالاشياء دي. كل ما يجي رمضان بنستدعي في ذكرياتنا البريش واللمة والناس وحكي الناس الكبار. يا سلام. وبنقعد بعيد كده وهم بيحكوا بيتكلموا، فكانت هذه الحكاوي مليئة بكثير من الاشياء.
حبوب عندها حكي طبعا، حبوب عندها حكي، والصغار دائما بيتجاروا عشان وبيتسابقوا علشان يسمعوا منا الحكاوي بتاعت زمان وياخذوا منا برضو العزه والعبره. خلونا نشوف مع بعض فقرتنا الاولى اللي هو حكي حبوبه مع زهراء صديق. رمضان كله خير وكله كرم وكله دين وغيراج وغوران وكله، والله كله سمح الشهر شهر رمضان. ربنا إن شاء الله يدي الناس العافية وصوموا وفطروا على خير. إحنا زمان في رمضان الناس ما بيشربوا الموية جوا البيوت، كله نشرب الناس الموية في الشارع برا، الجاي ذاك يعزموا والماشي كده يعزموا، وهن في البيت هنا في رمضان ما بيعملوا عصيدة ولا بيعملوا شيء، بيعملوا نشا، بيعملوا نشا بقمردين وبسكر بدل الشوربة عندنا هنا، يشرب ياكلوا تمر ويشربوا النشا ويقوموا صلوا يشربوا. طبعا ما في خلاطة، في ليمون بعصره ساعات يشربوا الليمون ويأكلوا البليلة ويشربوا القهوة، لكن ما بيأكلوا عصيدة، يمشوا التراويح ويجوا ويتعشوا العشاء أي حاجة يعني في يأكلوها، يقعدوا يجوا وقت السحور بيعملوا فطيرة بلبن السحروا وياه. كل الموضوع كده، كان بيمشي الجامع الصباح الصبح والليل، ويمشي حوم الناس الجيران يهنون بالشهر وكل الكلام كده. عامة الزمان حاجاتهم مبسطة، ما عندهم حاجات زي البزار اللي هنا ده، ولا يعني مثلا حاجات يسووا كثيرة في الفطور، لا في ناس عصيدة ومعاملة بليلة أهم حاجة والتمر أهم حاجة، لكن النشادي سواء احنا استعملناه بيشربوا الشوربه في الزمن ده، بيشرب الشوربه قبل المويات في رمضان، اهو بيسوا نشا بيشربوا نشا، كل زول يشرب له بالليل، يا ما بياكلوا فطور، ياكلوا بليله ياكلوا يشربوا القهوه، يتعشوا عشاء يعني عادي في السحور، ياكلوا فطيره بلبن يسحروا بيها، وهذه الحياه يعني. ناس زمان صريحين ما عندهم تعقدات، لكن الناس بتعقدوا. كانت سألت واحد ساي قلت له بيقول لي جيب لي حاجه من جيراني، يقول لي كليت ربنا يديكم مقصودكم ويديكم مرادكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يا لا في سافر واحد من الشباب مش السعوديين، بعدين صار فيني بعد شهر كشوه كيف كشوه؟ يعني مش كشه يعني ما okay. يعني ما تستمتع بالقعده، وكان معاول يقعد فتره طويله، فبعد شهر جا راجع، فاول ما جا لابوه قال له هو البكيات وين بدنا نمشي البكيات، فقال انت قعدت ثلاث من الناس ماتوا، فالمغتربين عندهم احساس بانهم لما يعني في حنين كده لما يجوا يعني. لكن رمضان عنده حنين مختلف براوي يعني، اول ما يجي رمضان الواحد بيتقلب بيجي غصه كده يعني، خاصه الناس اللي برا المغتربين بدهم يحسوا حصل جربت الاحساس بتاع انت برا ورمضان جا وما في السودان فرق معك؟ لا لا الحمد لله يعني دائما هنا دائما وسط اهلي وكذا. عموما يعني قلوبنا مع الناس اللي برا اللي فايتهم جمال رمضان ولمة الناس، لكن اذا المسافات يعني والسوشيال ميديا قربت البعيد يعني. صحيح نعم. قربت البعيد، وبرضه يا مصعب يمكن المغتربين دائما بيحاولوا يصنعوا لنفسهم جو روحاني بالرغم من الغربه والتفاصيل والديانات المختلفه، لكن بقدر الامكان بيبقى الايمان واحد وحبهم لتفاصيل رمضان واحده. بعدين بتلموا مع بعض بيعوضوا اللمه بتاعت السودان والاهل والبيوت، لكن طبعا السودان يظل اي ريحه رمضان مختلفه عن كل رمضانات، ولا لها علاقه بالنشاه وكذا. اكيد يعني. اكيد احنا في فقرتنا دي خلونا نرحب مع بعض عبر السكايب بواحد من زملاء سودانيه 24 انس الامام من لندن. مساء الخير عليك ورمضان مبارك عليك، تصوم وتفطر على خير يا انس؟ ازيك؟ الصوت يا شباب نحن زي ما سامعين انس.
طب كنترول اذا ممكن بس الصوت عشان نقدر نسمع انس الامام. انس سلامات، كل عام وانت بخير ان شاء الله. واضح انه في مشكله في الصوت يا كنترول، احنا ما سامعين انا، احنا ما قادرين نسمع، ما قادرين نسمعه، انا حاولت اقرا الشفايف وحتى ما قادر افهم الكلام لكن واضح غايته في بشريات من وشه كده انه مبسوط. بعدين اللوك بتاع انه موجود في لندن ما في شك يعني. تحياتي لانس، لكن نطلع فاصل قصير على بال ما يعاد يعني التواصل معه ونتواصل معه ان شاء الله. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، تحيه لكل متابعي بيوت سودانيه لهذا اليوم. عدد من الموضوعات المهمه بكل تاكيد حنناقشها من خلال حلقتنا لهذا اليوم. رمضان باذن الله مبارك عليكم اجمعين. يمكن يا مصعب واحده من الفقرات المهمه جدا في بيوت سودانيه تحت العشرين، اللي هي بتتضمن رسائل كثيره جدا لكل اطفالنا دون العشرين. وعنوان وليس صراحه السنه دي مطمن، لانه في اهتمام بشريحه مهمه، ولو في تعويل بدار تبني بلد لو ما اشتغلت على ديل صحيح. انت معنا شغال في الحته الغلط يعني. فاول بناء واول شغل بيتم والتعويل بيكون على الشباب والناس تحت العشرين وتحت وتحت العشرين، ديل عليهم الرك وعليهم البناء طبعا. والطفوله انا مرتبطه بالحكاوي ومرتبطه يعني بامهاتنا وبالقالوا لينا، بيقولوا لك ده هو اللي انت بتبقاه، دي الفكره كده يعني صحيح. اللي بتسمعه في طفولتك هو ده اللي بيأثر عليك باقي حياتك يعني. صحيح. نعم. واحنا الليله في بيوت سودانيه وفي حضره بكل تاكيد الاستاذ محمد يحيى محجوب عبد الرحيم، هو حجاي وباحث في التراث، حيحكي لنا او موضوعنا في هذه الفقره. حاجي من السودان، اهلا ومساء الخير عليك ورمضان مبارك عليك. اهلا بك وبكل المشاهدين، رمضان مبارك على الجميع ان شاء الله وكل بلاد المسلمين. الله يخليك محمد، احنا سعداء بك يعني. ولما لقيت الوصف في السكريبت كلمه حجاي، كلمه يعني مثيره كده للقارئ وللمشاهد انه الزول ده حجاي. والحكايه طبعا والقصص دي زين، الدنيا دي كلها مبنيه على قصه مش كده؟ القران مبني على قصص، واثاره الحياه بتكون فيها مثيره لانه مبنيه على القصص. فانت شغال في حاجه صعبه يعني ومؤثره في حياه الناس، وكويس احنا جايين منك في فقره اللي علاقه بتحت العشرين، الحاجه بتاعت الاطفال وعلاقه الاطفال بالاحذيه يعني. لكن قبل ما نمشي للاطفال دايرين تكلمنا عن كتابك العظيم والجميل في كتاب الاحاجي، يعني من وين نبعت هذه الفكره؟ والله اتمنى انه يكون بالوصف اللي قلته، هو هو المحاولة الأولى في سلسلة من الكتب اللي حتنزل لفئات عمرية مختلفة. احنا بدينا هسه بفئة نقول أراوند حوالي 12 سنة، أصغر من 12 سنة المفروض الآباء يكونوا بيقروا الكتاب مع أطفالهم عشان يكون في إشراف عليهم. الكتاب هو زي ما بقولوا نتيجة إنه أنا بعد كم 20 سنة شغل في الموضوع أو تكاد تكون كم 20 سنة عقلت شويه لانه في البدايه كنت طوالي دار اصل مرحله انه لا، ما دام الشباب والاطفال السودانيين مسلوبين او مندمجين، خلينا اقول كلمه اخف شويه، في المنتج الثقافي في بيجي من اليابان بيجي من امريكا، اللي انا ما اعمل كوميكس وانيميشن مقابله للحاجه دي، خصوصا انه يعني بلدنا ما ناقصه قصص يعني. نعم. ف لأسباب كثيرة، منها إنه لسه ذاته ما في قاعدة بتاعت محترفين بما يكفي لأنه نقدر نعمل الأفلام أو المسلسلات أو الألعاب، فرجعنا الفكرة شوية شوية لحد ما بقت زي ما بقولوا البذرة الأولى اللي هي كتاب أحاجي، بناء على
جوجل الناس له وتقييمه له، حتطلع سلسله متابعه ان شاء الله، وبنجاح بنقدر احنا نبني نصل مرحله الاستديوهات اللي بتشتغل الاطفال الانيميشن، سواء كان مسلسلات سواء كان افلام. الاستديوهات نفسها نجاحها بيبني استديوهات الجيمز وهكذا. فهي بذره. نعم الكتاب ده عباره عن بذره لحاجه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ محمد، خليني لو عطفا على حديثك، انت قلت هنالك سلسله من المشاريع الكثيره جدا، ولكن البدايه كانت بكتاب الاحاجي. يمكن مع التكنولوجيا والتطور اصبح لكل طفل رايه، ممكن نقول اللي هو هويه معينه او قوه شخصيه، فبيلجأوا دوما لبناء شخصيتهم عن طريق يعني انفسهم او عن طريق الاسره. انت لما عملت الكتاب او فكره الكتاب، ما كان في تخوف من انه ما يتجهوا الاطفال مره ثانيه بوجود العولمه والتكنولوجيا؟ هو زي ما قلت لك دي عصاره بتاعت مجهود 20 سنه. فلما اتخذت الكتاب اتخذت بشكل، مع ان هي حاجه بيكون كلنا سمعناها احنا كبار، لكن اتخذت بشكل منافس للجاي من برا، نفس طريقه خلينا نقول الصياغه بنهايات مفتوحه، بحيث انه تثير فضول الطفل لانه يقوم يعرف اكثر، تخليه هو من نفسه يفتش مصادر ثانيه للاحاجي ويقرا عنها وكذا. فنعم، لانه هم عندهم ما شاء الله حريه اراده كبيره واضحه جدا كانت في الاجيال القائمه دي. فبس بنبني فيهم، بالاضافه لحريه الاراده برضه في فضول كبير شديد. فاحنا بنفتح باب الفضول ده وما بنقفله. يعني ما بنقول في نهايه كل قصه في الكتاب، ما بنقول جمله حبوباتنا من حترت ومن فترت. لا، نخلي النهايه مفتوحه مع جمله بسيطه بتوضح انه القيمه اللي احنا بنتكلم عنها كانت في القصه شنو. هم بعد ذاك بحثوا عن الحكايه دي، بحثوا عن الجذور التاريخيه لها، بيعرف اكثر عن الحاجه، بيعرف اكثر عن بلده نفسها. يعني لانه القصص متنوعه من 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 عموم السودان ومن من من جنوب السودان الدوله الشقيقه. يعني اذا كويس انك قلت كلمه بذره طبعا، وبالتاكيد البذره طبعا بتنمو ما في شك ان شاء الله. يعني استاذ محمد، هل يعني المحتوى السوداني اللي بيخص الاطفال، خصوصا ان احنا حتى نحن الكبار عندنا مشكله بتاعت هويه، يعني بين العرب وافارقه والدين، وفي جوطه زي دي كده حاصله بالنسبه لنا في هويتنا، في اشكال يعني. فهل بتفتكر انه المحتوى الموجود حاليا يعني في المنتج الثقافي السوداني بالنسبه للطفل، هل كافي لانه يشكل لنا طفل سوداني بيور كده عنده سوداني، تقدر نقول له سوداني بهويه واضحه يعني؟ طيب كلمة بيور نفسها أنا ما بأخذها في السياق ده. يعني خلينا نقول إنه بتشكل جيل عنده الوعي لتشكيل هويته الخاصة، لأنه واحدة من اختار يعني اختار أيوه. يعني واحدة من إشكالاتنا الخطيرة الشديدة اللي وقعنا فيها إنه مدام أنا مع معسكر ما، تلقائيا أنا ضد المعسكر الثاني. نعم. اللي هي أنت قلت عرب وأفارقة، برشلونة، ريال مدريد، مش عارف هلال، المريخ، هكذا. ده أودة. نعم. فإن شاء الله يعني أنا بتمنى إنه الكتب دي في يوم من الأيام تصل لحتة إنه الشباب السودانيين أو السودانيين عموما، شباب أو شيب، يكونوا قادرين يتقبلوا إنه يا أخي هم ممكن يكونوا خلطة بتاع الثقافات أو خلطة بتاع العرب. نعم. بدون مشاكل. نعم. بدون ما يقوموا يرفضوا جزء من مكوناتهم او يمجدوا جزء من المكونات على حساب الله. فدي حاجه زول بيتمنى، عارف انه احتمال ما عايش عشان اشوفه، لكن شغال عشانها. ان شاء الله. طب استاذ محمد ومصعب، رايكم شنو مع المشاهدين نمشي نشوف او نتعرف اكثر على كتاب احاجي سوداني؟ خلونا نتابع. شاسع واسع حدادي مدادي، مترامي الأطراف، متنوع الثقافات والأعراق والألوان واللهجات، اتولدت فيه بيئة مثالية لقصص كثيرة، أحاجي كثيرة، حكاوي كثيرة، مليانة عبر ودروس. قصص علمتنا نحمد ضعيف ونكون عون وسند لبعض وقت الحاجة. قصص علمتنا النزاهة والأخلاق الرفيعة. قصص علمتنا الكرم والجود بالموجود. قصص علمتنا مساعدة الغير
وحق الجار، وإنه مهما الشر تربص بينا والظالم زاد طغيانه علينا، لازم لازم في يوم نتعاون ونبقى إيد واحدة. أحاجي علمتنا إنه مهما طال الزمان، في النهاية السلام لازم يعم والخير حينتصر. والمحبة تسود، والما عنده محبة ما عنده الحبة. يا سلام يا سلام، حاجة جميلة، حاجة جميلة والله. الرسومات الرسومات شغالين بشكل جميل، دي موجودة جوا الكتاب الرسومات. نعم، الرسومات لرسام سوداني يوسف الأمين الخير، الصوت سمعته أستاذ مصطفى أحمد الخليفة. يا سلام. فالكتاب ترويجه رسمه طباعته سودانية 100% طبعاً. لا. الحاجة سودانية. تعال الله أستاذ مصطفى، أنا قبل لما نتكلم الحكاية يعني متذكر برنامجه اللي هو لا يقبول اليومين دي، يعني أستاذ مصطفى أحمد الخليفة. الله يديم العافية. سيد الرائحة. إن شاء الله التحية من هنا، واللي هو كل عام أنت بخير والناس مبسوطين بالحكي بتاعك ده. وزين احنا محتاجين للسوداني كسوداني الحكايه كثيره. أيه. عن بلدنا نعرف اكثر ما عارفين كثير. طب معك لما احنا شاهدنا هسه المقطع يمكن كان في قيم كثيره جدا بيشير لها الكتاب، وكذلك اللي هو في موضوعات كثيره جدا انت كان حكيتها او حجيتها في الكتاب، فخلينا نعرف عنها اكثر. هو الكتاب بيبدا اول حاجه بيبدا ب وممكن أتكلم عن دي، ودي براءة كفي يعني. اللي هو بيبدأ بوصية خالد. خالد هو واحد من أبناء بعانخي. فوصيته دي هي وصية أخلاقية عمرها بالضبط 2700، خلينا نقول 2750 سنة. فكان بيتواصلوا معي آباء سودانيين ولا أمور سودانيين عايشين برا السودان، كانوا بيتكلموا عن إنه أبنائهم بيكون عندهم مشكلة لما نيجي يتكلم عن السودان ما بيقدروا يعرفوا بشكل إيجابي. يعني لو الأهرام في بلدان تانية، في أهرام من مصر للمكسيك، لو الأنواع الطعام وكذا برضو في بلدان بتشاركنا أو بتعمل حياة مشابهة ممكن نقول مختلفة يعني. فكنت بقول لهم يا أخي في قيمة عندكم أنتم كناس كبار سودانيين مشهورين بالأمانة بالكرم بالشجاعة بكذا، فقلت لهم القيمة دي ما جديدة، القيمة دي عمرها أكبر ذاتها من الوصية، لكن الوصية قاعدة. فإن شاء الله لما الناس تمتلك الكتاب وتقرأ الوصية بتلقى إنه القيم دي قاعدة، لكن القوة بتاعت الوصية خالد وخلتنا ذاته نعمل بحث ونخطها، إنه خالد في آخر جمل قالها في نهاية الوصية قال أقول هذا لأرضي المعبود ولكي أنير الطريق للذين يأتون من خلفي والذين يخلفونهم إلى الأبد. يعني عندنا جدنا قبل 2700 سنة قال أنا بقول الكلام ده عشان في واحد اسمه محمد يحيى حيقرأ الحاجة دي حيفهم إنه مكارم الأخلاق شايفيننا في بعضنا كسودانيين جزء من الكلام أنا قلته قبل القرون والألفيات دي. فدي قوة وصية خالد، يعني دي الحاجة ممكن نخليها نتكلم عنها، ممكن تكون رمزي وطني أكثر من أهرام، من بوابات، من كده من كده. دي برا أنا شايف كفاية لها، دي خصيصة كبيرة. يا سلام. خصيصة كبيرة. يا سلام. خصيصة يعني. نعم. طيب مع التنوع يمكن الكبير يا مصعب في الحكاوي، ويمكن برضو اللي هو قصة القصص والسرد والطريقة، يمكن الفيصل بيكون بعد ذاك إنه أنت كيف تشد ولدك الصغير إنه هو مثلاً يستمع لقصص أو حكايات سودانية بدلاً عن الحكاوي العربية مثلاً. هاي ما هو بهودي ده تخليه ده بفتش له والكتاب، يعني إنه إحنا دارين حاجة تخليه هو ينشد لنا إحنا لقيمنا دي، لأنه أنا لما أشوفهم بسمع مثلاً أغنى سوري أو بتغنوا بيفهم. أيوة. بنزعج يعني، لأنه إحنا مثلاً ما عندنا محتوى بتاعنا، أو يقول لك أحكي لي قصة فلان وفلان اللي هم موجودين على يوتيوب، ودي برضو ثقافات تانية يعني. فتخليه وجود حاجة زي دي مطمنة، لأنه في بذرة زي دي إن شاء الله تنشط ناس من بعد أستاذ محمد إنه اشتغلوا يعني. وطبعا لازم يشوفون ده يكون بمشاركة ناس كتار يعني طبعاً. البزرة دي واحدة وإن شاء الله هتكبر. لكن داير أسأل وبرتو سؤال سريع كده عن البيئة. طبعا الناس شفتها في الصور دي كتار من الناس في ألوان مختلفة، أشكال مختلفة سودانية، وزي ما قال لك ممكن إحنا دايرين نقبل اختلافات ده على بعضها. البيئة بتأثر كيف على الحاجة يعني؟ لو داير أحكي زي ما قلت لك على دي, دي, نعم. دي حاجة جميلة يعني. أنا دائما كنت لما نمشي أتكلم أو أحكي في الجامعات وفي المدارس، فكنت بعمل حركة لطيفة شوية، بقوم بجيب
شابين او شابتين من مناطق مختلفه في السودان. فبعد ما انا اتونس معاهم شويه اديهم شويه دفعه كده اقول لهم احكوا لي قصه عن جدكم الاسطوري مثلا كبير القبيله جاء المنطقه المعينه وخلاكم تستقروا في المنطقه دي. فالاول او الاولى بتحكي قصه والثانيه بتحكي قصه. فانا بقول بعد ما ينتهوا من القصه بقول لهم طيب الحيوان الاسطوري هنا اللي هو التيتل مثلا شيليه برا وخدت التمساح بتاع زميلتك وجدك هنا اللي اسمه احمد شيليه برا وخدتي محمد مش القصه واحده؟ لا ف يعني شنو زي ما بيقولوا زي كانه ريفيليشن زي كانه كشف. احنا بنشبه بعض كبشر خلينا من الحدود اللي اترسمت دي كوننا نشبه بعض كبشر اجدادنا اسلافنا واجهوا نفس المصاعب حتى ولو كانت البيئة مختلفة في النهاية تأسيسنا هو شعوب قامت بعد ما أجدادها تعبت في إنها تخلي لها المكان ده مناسب للعيش نفس المجهود الأسي بنبذله وبيبذله الشباب عشان الأجيال الجاية تكون عايشة في السودان قابل للعيش وبعد 100 سنة 200 سنة أكيد حتكون في قصص أسطورية عن الناس الأسي بحاولوا يغيروا في السودان. نعم بكل تأكيد. طب أستاذ محمد أخيرا يمكن المساحة متروكة لك ودائما في نهاية أي كتاب نلقى اللي هو عبارات أو ممكن نقول اللي هي مضامين بيكون بحسبها الكاتب فدارين نعرف ملخص الأحادي أو ممكن نقول السلسلة اللي أنت عايز تقوم باشرة في جملة وانا حكيتها في واحده من القصص اللي كان الفتها طبعا الكتاب ما فيه حاجه انا مؤلفها كلها انا جامعه يعني لكن في واحده من القصص انا الفتها تكلمت عن موضوع البذره ده ولقيتني جمله هي بتلخص القصه خلينا اقول لك لقيتني في واحد من الافلام القديمه يعني. الشخصيه الرئيسيه في زول جاها زياره عرف انها بتساعد الشباب في انه يوضعون يبقى احسن فقال لها أنا مستغرب جدا في إنك أنت بتزرع بذرة لشجرة ما حتستظلي بها. فقامت ردت له إنه المهم عندي إنها تقوم بشكل قوي عشان اللي يستظلوا بها يقدروا فعلا فعلا يستفيدوا منها. فده اللي إن شاء الله هقدر أصل له بالحاجة. ما الكتاب ده بس مجهود 20 سنة الفاتت ومجهود الأيام الجاية إلى أن صاحب الأمانة ياخذ أمانته. ربما يميت في أيامك تعرف أنت بتتكلم عن الموضوع ده أنا والله يعني حسيت أنه سبحانه سهل على حاجة مهمة الفكرة بتاعت أنه البذرة اللي بتبذرها دي ما لازم تحضرها أنت ده حاجة نحن المفروض في ناس كسوداني ده ستتغير ده في الاتيتيود السوداني يعني الناس تكون دايرة تعمل حاجة وشوف حتى فشل السياسة الطويلة لأنه كل الأنظمة السياسية دايرة يعمل حاجة ويحضرها ما في زول استسلينا لسه دولة طويلة إن شاء الله مشروعك ده ينجح على كل الأصعدة وعلى كل المستويات ونحن يعني لو لي مراد نستمر الحاجة دي كلها معك لكن لضيق الوقت يعني بقول لك شكرا لك جدا الأستاذ الباحث محمد يحيى والحجاي السوداني يعني بامتياز يعني شكرا لهذا السبق العظيم يعني إن شاء الله دام التوفيق يعني شكرا جزيلا يمكن تابعنا الحلقة سويا والفقرة اللي بعدها يا مصعب بشكل كبير جدا مرتبطة بنفس الموضوع نعم. اللي هو التنشئة بتاعت الأبناء وما نعم. بين اختلاف الأجيال اللي هو أنا ما أدري أقول جيلك أنت لكن جيلنا سيما جيلنا سيما ما كمون وجيلنا نحن الناس شوية صغار كده فبيكون في اختلاف في التربية فروقات صح فروقات في العادات في التقاليد في الثقافة في الأسالي تفاصيل كثيرة جدا الأسالي. بتعرف الباحثين في الفترات الأخيرة كل اللي بحثوا في التربية اكتشفوا أنه كان في أخطاء كبيرة جدا كانت في التربية والتنشئة عشان كده زي الكتاب اللي قبل شويه كتاب الحي بيعالج مشكلات صحيح. زي دي يعني فنتعرف على اساليب جديده وعشان نشوف الاساليب الخطا نعم وان شاء الله كل الامهات يتابعوا ويتعاملوا مع الموضوع بجديه يعني لانه بنلاحظ كل الامهات الموضوع ده بس بيخلوه كده زي ما يجي يعني الموضوع ده الاهتمام وده الجديه في انه يتعاملوا معه وده البحث يعني انه صحيح. كيف نربي اولادنا بشكل كويس يعني مهم جدا انه احنا نستمع لصوت ابنائنا خلونا مع بعض نتابع فقره المهمه البيت السلام عليكم الليلة في فقرة المهمة البيت حنتكلم عن شنو المؤثر الأقوى أن نحن ممكن نكون ما منتبهين له
وبيأثر على علاقتنا بأبنائنا أو بيأثر عليهم بشكل مباشر. نحن لو ما رجعنا أو كأهل أو كآباء وأمهات لو ما رجعنا لماضينا ولتجربتنا ولطفولتنا وما فهمناها وما تقبلناها وعرفنا الأخطاء والحاجات والسلبيات والإيجابيات والحاجات اللي فيها وقدرنا نتسامح معاها، الحاجة دي حتخلق لنا أسلوب من اثنين أو حتخلينا نتجه لواحد من اتجاهين. الاتجاه الأول إن نحن نكرر نفس النمط أو نفس الأسلوب بتاع التربية اللي يعني نحن عشناه أو نكرر نفس التجربة بتاعة أهلنا بحذافيرة بسلبياتها وإيجابياتها بميزاتها وبعيوبها حتى لو كانت هي ما بتتسم أو ما مناسبة للزمن الحسة، ما مناسبة مع المتغيرات الحسة، ما مناسبة للجيل الحسة، حتى لو كانت هي ذاتها التجربة دي ما بترضينا أو التجربة دي نحن أزينا منها أو التجربة دي ما كانت تجربة إيجابية أو نحن عشنا تجربة صعبة، فمنلقى نفسنا نحن بنطبقها بنفس بحذافيرة على أطفالنا. ليه؟ لأنه نحن ما عرفنا غيرها أو ببساطة نحن ما عندنا تجارب تاني غيرها أو ببساطة نحن ما اتعلمنا وما عرفنا حاجة غير الأسلوب ده، فحنلقى نفسنا تلقائيا بنطبقه على أطفالنا وبنلقى نفسنا نحن بنعيشهم تجارب ممكن تكون أصعب من التجارب اللي نحن عشناها. ليه أصعب؟ لأنه نحن زمان ممكن نكون عانينا أو التجربة كانت بالنسبة لنا نحن صعبة، فهذه حتكون الصعوبة مضاعفة بتغيير الزمان وتغيير الجيل والمقتضيات بتاعت الزمن الحسة، الموضوع هيكون عليهم أصعب. الحاجة دي قلنا هي نتيجة لعدم معرفتنا أو قلة معرفتنا أو نحن ما بنعرف غيرها، فبنلقى فجأة نحن في لحظة بتاعت غضب أو في لحظة بتاعت شدة نحن بنطبق نفس أسلوب العقاب أن نحن لحد هسه متألمين منه من نحن أطفال، بنلقى نفسنا فجأة بنضرب بنفس الطريقة مثلا الأبونا مثلا اتضربنا بيها أو اتعاقبنا بيها بنطبقها على أطفالنا، فبعد ما تحصل الحاجة دي بنحزن إنه كيف نحن عملنا كده. الحاجة دي لا إرادية لأنه دي التجارب اللي اتخزنت في اللاواعي بتاعنا. أوكي، التجارب اللي بقدر ألمنا منها وبقدر معاناتنا منها نحن ما قادرين إنه نحن نفصل نفسنا منها وما قادرين إننا نتجاوزها لأنه نحن ما واجهنا وما تقبلناها وما اتعايشنا أو تسامحنا معاها ولا في يوم قدرنا نرجع لماضينا أو نواجهه بسبب الألم وممكن الأذى اللي نحن تعرضنا له ونحن أطفال. الأسلوب الثاني أن ممكن نتوجه له هو إننا نطبق عكس الأسلوب اللي نحن تربينا به تماماً. طيب الحاجة دي عندها سلبيات وعندها إيجابيات، ممكن تكون سلبية وممكن تكون إيجابية. كيف؟ بنلقى مثلاً الأبو اللي حصل له ما اتلبت احتياجاته المادية أو أهله كانوا بخلاء معاه أو كده، بنلقاه عايز يلبي احتياجات أبنائه بطريقة ما منطقية، هو بإسراف بطريقة ممكن تخلق لنا طفل أناني، طفل لا مبالي، طفل ما بقدر أصلاً الحاجة دي جات كيف وجات من وين، وطفل ما حيحافظ على حاجاته لأنه عارف هو حيكسر وحيجي غيره، عارف إنه لو قال أكل ده ما عايز ورماه في الزبالة أبوه حيجيب غيره. الأبو حيكون في دوامة بتاعت إنه عايز يلبي احتياجات ولده بأي طريقة نتيجة للحرمان اللي هو عاشه بسبب النقص القاعد جواه بسبب الألم والحاجة هي ما تلبت من هو طفل، فهي كبرت معاه وهي عاشت معاه. هنعرف من الحتة دي إنه احتياجات أطفالنا العاطفية النفسية الفسيولوجية المادية اللي ما بتتلبى وهم أطفال حيكون عندهم احتياج ونيدز لها لحد ما هم يكبروا، وحيحاولوا يفتشوا الحاجة دي في كل حتة وفي كل مكان، وعمر الحاجة دي ما حيتم إشباعها مهما هم لقوها، سواء عاطفة سواء مادة، حتى لو هم كان وضعهم المادي بقى أحسن أو كده حيكونوا مضطرفين، حيكون جواهم في حاجة ناقصة. عشان كده مهم جدا إننا نلبي احتياجات أطفالنا. الأسلوب ده ممكن يتطبق تاني في أبو ما عاش التجارب بتاعته، أبوه كان حريص شديد عليه، الخوف الشديد على الأبناء إنه لا ما تعمل كده، أنا ماشي لا ما بينفع تمشي، ممكن يحصل لك أنت، ممكن ينفع. هو بيكبر والناس اللي في سنه والناس اللي عايشين بيعيشوا في تجارب مختلفة وما قادر يعيشها بسبب التقييد وبسبب الخوف، بيجي هنا لولده عايز حيكون عايز يخليه يجرب أي حاجة بصورة ما منطقية من غير إرشاد من غير معايير بتاعت مجتمع من غير معايير بتاعت حلال وحرام،
من غير معايير بتاعت إرشاد تربوي إنه الحاجة دي مسموحة، الحاجة دي ممنوعة، إنه التجربة دي حتستفيد منها، لا هو حيخليه كده على هواه. بنلقى الولد هنا حصل له تخبط في إنه ما عارف يكون هويته، لأنه هل الهوية دي صح ولا ما صح، وهم من المفروض أمشي معاهم، ويا تجارب مفروض عيشة ويا تجارب مرمى مفروض عيشة. هنا بنخليه عرضة لإنه يكون ضمن أهواء ناس تانين، وعرضة لإنه ناس تانين يتحكموا فيه ويتحكموا في حياته ويتحكموا في أهوائه وشكلوا شخصيته. لو حصلت الحاجة دي نحن تاني ما حنقدر نتحكم فيه. الخلاصة إنه نحن محتاجين كأهل قبل ما نبدأ أو نفكر في الأنماط وفي التربية وفي الأطفال ونجيب أطفال نفسهم، نفكر في إنه نحن نتصالح مع حاجاتنا، نتصالح مع ماضينا، نتقبل ماضينا، نتقبل الألم اللي جوانا، ونواجه طفولتنا. لأنه من أصعب الحاجات إنك أنت تواجه طفولتك بسلبياتها وبإيجابياتها. لما نواجهها ونتسامح معها ونتقبلها حنقدر نطلع نسخة جميلة ونسخة كويسة ومتوازنة من الأطفال. ما حنقدر نطبق عليهم تجربتنا بحذافيرها، وما حنقدر إننا نحن نكون مطرفين أو نكون عايزين نلبي لهم حاجات دي ودي ما وقتها. غير صحيح. نعم. فدي مهمة جدا إنه يعني أهالينا يعرفوا إنه في فرق ما بين جيله وما بين جيلنا نحن. دار وعي خاص. نعم. نطلع فاصل. نطلع فاصل حنتابع معكم مرة تانية. اهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومعك يا مصعب. يمكن نحن ناقشنا موضوعات عده ومهمه جدا وبتهم دائما شان الشارع السوداني والبيت السوداني بشكل كبير. اول حاجه بنحيي الناس اللي واقفين في الشارع، الناس الضره والناس اللي في العربات في الشوارع، المحافظين على العاده السودانيه الجميله دي. ان شاء الله دي خصيصه ما تروح مننا يعني، دائما الضره مفتوح لكل الناس. وزي ما قلت حبوبك كان ده كلام مهم، ما عنده قديم ما عنده جديد. الله يخلي الشلوخ بجمال يعني. الله يديم إن شاء الله الصحة والعافية يخليهم لنا. برضو كانت واحدة من الفقرات المهمة جدا، وكان ضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ محمد يحيى محجوب، هو حجاي وباحث في التراث. وتكلم لنا يا مصعب يمكن عن سلسلة حتكون في مقبل إن شاء الله الأيام الجاية والسنوات الجاية، اللي هو عن حاجة من السودان. بدأ لنا بكتاب. كتاب الحاجة وعنده دقة البزرة في بداية، وإن شاء الله عندهم خطط لأنه يكون في إنتاج جاد للأطفال على إنتاج محتوى رقمي وكوميكس واستديوهات، يعني خططهم كبيرة. وإن شاء الله تنجح. لأنه شيء مهم بالنسبة للسودان بالنسبة للأطفال، يعني لأنه زي ما قال لك في مشكلة هوية سودانية، والدارين الأطفال يتشكلوا عشان يقدروا يبنوا البلد يعني بناء كويسة يعني. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. برضو واحدة من الفقرات اللي كانت حاضرة معنا في بيوت سودانية لليوم اللي هي المهمة البيت، وكانت عن كيفية تنشئة وتربية الأبناء، واختلاف الأجيال دائما بيكون فارق كبير، وبشكل إذا ما انتبهنا له نعم كويس مشكلات كبيرة. الانتباه مهم على الأمهات إنه يكون زي ما قلنا لك والآباء برضو أكثر وعيا بفكرة إنه دي عملية تربية، دي عملية دائرة جدية ودائرة إنه تقرأ لها وتعد لها بشكل زي ما في إعداد تحية لرؤى بتجتهد وتشتغل عشان يطلع برنامج. الأبناء برضو محتاجين لأنه نقرأ عن إنه كيف ننشئهم، وبقت الوسائل سهلة صحيح، وما نشغل عنهم برضو الإشغال الكبير بالتلفونات، وهم يعملوا الدارين يعملوا أو يفتح لهم التلفزيون. موضوع داير والناس مسؤولين يعني. كلكم يعني ما في ذنب في معنى الحديث إنه من يضيع من يعول، والناس بتضيعونهم بعدم التربية يعني. صح. على كل كانت الفقرات، كانت فقرة مهمة على زميلي أنس الإمام له التحية، ما قدرنا نتواصل معه ومن هنا أقول لك وصلنا طيب. ودايري يعكس دايري الأجواء الرمضانية في لندن بتاعت السودانية، بتكون ظريفة طبعاً. طبعاً جداً. إن شاء الله في مقبل الأيام. وشكري لكم مشاهدينا، شكري لك يا مصعب. أنا شكري لك. وبكرة بتسهل علي طبعاً دايماً يا لا من الأخبار اللي هي المنوعات، بتتخيل الموضوع يكون صعب ومحظوظ أنا في كل سنة
بلاقيكم تخيل الموضوع بسيط وسهل، في امتحان من الاخبار جدا انت وجودك زي موجود. الله يخليك الله يخليك. شكرا لك. طيب ان شاء الله كل الناس ان شاء الله رمضان انتهى ان شاء الله، الناس تتغانم ما فضل منه وماشي سريع جدا يعني، ما هو ايام معدوده ان شاء الله نقدر نستثمره ونصاحب فيه كتاب ربنا ونصاحب فيه وفرصه للتغيير ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.